الاهلي سامحني كابتن، هذه الفرصه الاولى اللي نتكلم عليها نادر كارا، اول فرصه للاهلي في هذا الشوط الاول، وتحسب لحارس المرمى سمير ولا اكيد رغم تقدمه في السن، هذه عرضيه جبريل الخبره والتمركز بالنسبه لحارس المرمى، لكن عبد الله العرفي لعبها كما يجب، يعني كانت الكره فيها قوه، لا كانت تلك عكس حارس المرمى، عكس حركه الحارس، الحارس جاي يتحرك، وانا اشوف حركه رجليه لانها حتكون سهله لحارس المرمى، لو كان عكس اتجاه حارس المرمى حتكون صعبه عليه، المفروض يلعبها في البعيد، من البديهي كانت تلتع، كانت تكون اخطر. مشكورين. هذه عرضيه جبريل مرسال، وزي ما قال نادر كارا تحسب للشامخ العبيدي الزياده اللي دارها، هابطا لسنوات طويله وفاز مع الليل مع الليغ اون في الدوري الفرنسي الممتاز. نادي الاهلي بنغازي تلعب الكره سريعه ومتابعه مره ثانيه من معتصم، 1-2 مع جبرين، والانطلاقه من هناك من مرسال، مرسال يلا مرسال ارسل لي الكره عرضيه، والجول 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 جول 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 جول، هدف اول عن طريق الشامخ يضع الكره، يا سلام يا سلام، كرة عرضية لثاني مرة، وها هي تبشر لهدف قادم، أول والثاني والثالث إن شاء الله في قادم الدقائق، هذه العرضية، يا سلام عليك يا مرسال، يا سلام يا سلام يا سلام، يضع الكرة ولا أحلى، ليتقدم الأهلي بهدف من الشيء الأسيس الرائع من قبل كرة تزداد أكثر، لكن إن شاء الله أن تتدارك هذه الأمور فيما هو باقي من الشوط الأول، نرى الهدف الثاني، كرة من هناك، وهذه الكرة العرضية وخطرة، وبتابع مرسال يلا، ودربك في دفاع فريق الكونغولي، تعود الكرة من هناك والتشتيت، عندهم الخطورة العرضية كابونغو، الحمد لله حذاري منهم في الكرة، ركنيات للنادي الأهلي، 42 دقيقة لاعب، تلعب الكرة من هناك، وهذا الحذر منه كابونغو، كابونغو يسجل طبعا الهدف التعادل، للأسف الهدف التعادل، وأنا أشرت إلى لاعب خطير جدا هو الخطير كابونغو، يضع الهدف الأول في المباراة، هذا هو كابونغو يسجل الهدف في وقت صعب، في أصعب لحظات المباراة من الشوط الأول، لكن إن شاء الله بتعوض كما قلنا وأشرت إلى ذلك، يعني هذا اللاعب خطير جدا، ونبهت من ناحية من كذا فترة من فترات المباراة خطورة كابونغو، رقم 30 قلنا هذا اللاعب، هذه الإعادة مرة ثانية، شوف الأخطاء الدفاعية، طاهر بن عامر كرة تجاوزته بهذه الطريقة، ووجدت أيضا التعامل معها.